دكتور علي معو ويس يا شاغين ودب وصول لابن يو اسبتال كيسا كويا لما قال هذا مقدشو سيدا وركان او كو ايغيو وريها يغا نمعو كالسان دكتور علي معو كو تخصصي عدرادة قود كارهان عدرادة اوركو جيرتا ايا شاغين تدبية طبانك بشان جولاي وفريسان دونو اسبتال كيسا انترناشنال هيلت سانتا اي كويا لما قال هذا مقدشو كارهان الدقمدة بونديري دكتور كايا وحا اوسيدو كلا شاغي ان ايدادك سوماليياد اي كان يكونول كفا ايديسان كاران مدادة كوبان وسيد شوغيو اسبتال كيسا معو اويس اي كويا لحافظة اسليه بسم الله الرحمن الرحيم مركو وريسو سومالي كيبل شغاليدي مدحديدي ادي ادب ما سنتين فرصه ان وناكسن ادنا سينيسان مركو وحان ربا هلكان انان كشيغو انيا او دكتور علي معو ان متقانا ان جوغو الا 17 بشان حافظه اسلي 10 ستريت اسبيتال كليرادو معو اويس انترناشونال انان كسوغناهي ويغان اي ويغا دنبويان الا 17 بشان اي تضبات وحان جوغا يا مغالدان نيروبي وحي 17 كبعدي وحان ربا انان مغالد مقدوش آدو او ميشا صدنا ان كشاق بلابو ان كشاق تغو مركا وحان ربا انان هلكان امدلا انو شاقو ما عركتي حد انان جربان كايميد ان كسوقنا هاي حافظة اسلي 10 ستريت كسو دوادان لغا هاي وحي 17 كبعدي انيغا هلكان لغي مهلي كرو waxaan tagayaa magaalada Muqdisho reer Muqdisho iyo reer gobolada oo dhan Soomaaliyeena waxa leeyahay kusoo dhawaada 17 bishan ee todobaad wixii ka bacday ah waxaan ku sugnahay magaalada Muqdisho xaafada mataqana ama degmada Boondheere mataqana boosada isgaarsiinta dabadeed kusoo dhawaadaan leeyahay Soomaalida meel kasta ay joogan gobolada iyo meel kastaba laga bilaabo maanta isbitaalka international health ee ku yaala magaalada muqdisho waxa laga bilaabayaa diiwaangelinta dadka doonaya inay dhaqtar Cali Macow la kulmaan naciima kalsan somali cable nairobi